موضوع اللي مش نحكيه فيه لليوم، اللي هو برشا ناس ممكن أستاذ فيصل يعانيوا من مشكلة تضييق الوقت، تزايد الضغوطات اليومية، زيادة التعب اللي قاعدين نعيشوا فيه، الإجهاد، عدم التوصل في نهاية المطاف إلى إنجاز ممكن المهام المطلوبة اللي كل واحد عنده نية الوصول إليها. وهون نوصلوا لتشتت الانتباه بين هالعديد من المهام المختلفة. إدارة الوقت اللي في الآونة الأخيرة أصبحت ممكن من المهارات اللي لازم الناس الكل تكتسبها وتعرف سورتو كيفاش تتعامل معاها. كي نحكيو على الوقت في نفس الإطار، نحكيو على فوائد النظام في حياتنا، اللي كيما نقولوا احنا النظام هو من أهم مقومات نجاح أي مجتمع متقدم، على خاطر المجتمعات المتقدمة في الإطار ذي تقوم على اتباع النظام في تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع، اللي هو يروه الأشخاص المتحضرين المتقدمين هو عامل الأساسي في حفظ كل سوى حق الفرد داخل المجتمع متاعه، حماية الظروف اللي قاعد يعيش فيها وحماية الأهداف اللي يحب يحطها كل شخص. هذيك علاش ديما نحاولوا نحكي ونسلط الضوء على أهمية الوقت في حياتنا. شفتوا لي واش نحكي على التونسي ممكن أستاذ فيصل، هل أنه التونسي يعطي أهمية للوقت وإلا ليه؟ هل أنه حياة التونسي منظمة؟ عنا كلمة شهيرة يقول لك رونديفو عراب، دونك الوقت ما هوش حاجة مقدسة بالنسبة لنا كعرب وإلا كتونسيين. قاعدين نعيش ممكن في ضبابية في ظل هالحاجات اللي قاعدين نعيش فيها الناس الكل. النظام، هل أنه الناس الكل قاعدة تمشي بالنظام وإلا لي؟ مسألة الوقت فيما يخص التونسي. قبل كل شيء بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قبل كل شيء أنا نحب نصلح دائما، أنا نصلح المعتقدات والأفكار. كلمة رونديفو عرب هي كلمة عنصرية، يعودوا فيها الفرنسيين المستعمرين وكانوا باش يحتقروا العرب رونديفو عرب. وأنا ويشهد رب العالمين أني مئات وآلاف العركات اللي عملتها وأنا في فرنسا لما واحد يتفوه بالكلمة ذي لأنه اتهموا بالعنصرية، نقول له إذا فما هل كثير من مجتمعنا اليوم ينسى انه اللي ابتدع الساعه شكون ابتدع الساعه؟ انت حسب رايك شكون ابتدع الساعه؟ شكون خلق المنقاله؟ شكون خلقها؟ شكون صنعها؟ العرب والمسلمين. اول منقاله تهدات من هارون رشيد لشارلمان لما وصلت له الهديه ويسمع تك تك لوحها يسحب فيها جن. اذا العرب اول من صنعوا المنقاله. للأسف وقت الحضارة تطورت. للأسف إحنا اليوم أصبحنا أعداء المنقلة، أصبحنا للأسف إحنا نعاودوا في الكلمة العنصرية رونديفو عرب، نقول لهم إذا فما حد يحترم الوقت هما العرب مش العرب نتاع اليوم. أي فوالا العرب، لأنه الوقت هو سنوان الحضارة والتخلف هو سنوان عداوة الوقت. خليني نبدا من الاول. رب العالمين لما خلق هالكون، وانا حكيتها قداش مره لكن نعاودها، انه كان عندي استاذ اسمه رينو شوفان الله يرحمه ولو مسيحي لين يستاهل الرحمه، لانه كتاب اسمه ديو دي فورمي ديو دي زيتوال. الكتاب هذا في المقدمه يقول اتفق العلماء الكل، الفيزياء والبيولوجيا والطب والهندسة، كل العلوم تلتقي على أنه هالعالم هذا الكون هذا يسير بدقة متناهية تفوت الساعة السويسرية. هم يضربوا المثل بالساعة السويسرية في دقتها. هالكون هذا دقيق بالثانية، بجزئية الثانية. بالأورديناتور اليوم انت ابسط شيء امسكيه رمضان تلقاها اليوم، كيفاش عارفوا انه المغرب مش يكون الستة و34 دقيقه؟ كل شيء محدد بجزئيه الثانيه. اذا هالكون ذا رب العالمين خلقه وخلق الارض، للشمس لها ينبغي لها ان تدرك القمر، معناه كلهم في فلك يسبحون، وبجزئيه الثانيه رب العالمين خلق الكون ذي وإعجاز الكون أنه دقيق دقة متناهية بجزئية الثانية. إذن
باش تعيش في الكون هذا رب العالمين وفي ديننا الإسلامي باش تعيش في الكون هذا طلب من الإنسان أن يكون دقيق. وجعلنا القمر منازل كالعرجين، القمر رجع أجعله في دقته، عملنا عليه كالندري باش نعيش نعرف وقتش يبدأ الشر وقتش يوفى، نعرف التوقيت وقتش تشرق الشمس وقتش تغيب الظهر. حتى اللي ما عندوش منقالة اللي يصليه الظهر في سوسة أسبق منا بدقائق مما نصليه في الماء في القيروان، لأنه الشمس تتحرك وما تحرك الشمس. إذن فما دقة في صلاة الفجر، صلاة الصبح، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، كله بتوقيت. يوم المسلم هو يوم يتبع توقيت دقيق جدا بجزئية الثانية. صيام رمضان، كل عباداتنا هي عبرة ما عند رب العالمين، يقول يا مسلم باش تعيش وتكون متماهي مع الكون، متماهي مع الطبيعة، متماهي مع محيطك، باش تعيش بسلام بصحة، اتبع مواقيت معينة في حياتك ورتبها لنا في العبادات. احنا لما نضرب عرض الحائط كل المواقيت ويقول لك انا ما عنديش وقت نقوم وقت اللي نحب ونرقد وقت اللي يحب، نفطر وقت اللي يحب. انا نقول لك شوفوا الناس اللي ضاربه معاهم الوقت يقوم وقت اللي يحب ويفطر وقت اللي يحب، يجي يشوف على مستوى الصحي تلقاه تعب صحه جسديه قبل ما يكون صحه نفسيه. اذا باش تكون عندك صحه نفسيه وصحه جسديه انضبط في الوقت، اشري ساعه وانضبط في الوقت، قول كل يوم مش نقوم الساعه 8 قوم السبعة السبعة، نقول من ستة، أي كان التوقيت اللي تختاره وانضبط به. لأنه البدن فما ما نسميه بيولوجي، لابوندول بيولوجيك، فما ساعة بيولوجية البدن يأخذ الريتم متاع متاع التوقيت اللي تاخذه، يعني حتى في قضاء حاجتك أجلكم، حتى باش يتبول الإنسان يصبح الجسد يمشي في الدقة في الساعة ذيك. اما اللي ضاربه معاه البوندول بيولوجيك تلقاه بدنه تلقى عنده السكر والضغط. اذا انا نقول باش نوصلوا الى الصحه النفسيه والصحه الجسديه ضروري انه نعدل ساعتنا وننضبط بتوقيت معين ننضبط به كل يوم. وتجربوا هذا تشوفوا انه الصحه ما تحتاجوش تمشيوا للطبيب. دونك يكون فما نظام في حياتنا، وخاصة مسألة الوقت اللي كل حاجة في وقتها لازمها تتعمل. اليوم للنجاح اليوم في الكوتشينج باش تنجح في مشاريعك، باش تحقق ذاتك، باش تعمل مشروع وتنجح فيه، أي إذا ما كنتش أنت قلتها على إدارة الوقت، لجيستيون دي تون، إذا ما عندكش مهارة في إدارة الوقت بانضباط سلم على مشروعك مش ينجح. في قرايتك تقرا تعدي الباك، قريب الناس مش يدخلوا يتعديوا الباك. اذا ما عندكش انضباط في توقيتك من الصباح لليل، وقتاش نقرا وقتاش نراجع وشنو الوقت اللي نحطه للمراجعه، مش نقول يلا هو حليت الكتب مش نراجع، قول لا حليت الكتب انا مش نعطي نفسي ساعه للمات ونص ساعه للفيزيك ونص ساعه للجغرافيا، بعد ساعتين نوقف من القرايه، عندي ساعتين باش نقرا، مش نحل الكتب وما نعرفش ما نعرفش وقتاش باش نبدا وما نعرفش وقتاش نوفر، ويمكن في الوسط نقوم ونعمل تحويسه. هذه هل اللي ضاربع معاها الوقت مش يتطلب جهد اكبر ذهنيا باش يراجع دروسه. اذا يا اولياء، انا دائما نرجع للاولياء، اذا تحب صغاركم يضمن لهم مستقبلهم بشكل واضح وجلي، علموا صغاركم منذ نعومة الأظافر، منذ الروضة، علموهم بتوقيت معين، توقيت يقوموا فيه، توقيت وقتش يقوموا، وقتش يفطروا، وقتش يراجعوا، وقتش يروحوا من مدرسة، اش يعملوا. نظموا أوقاتكم مع صغاركم وتشوفوا صغاركم مش محتاجين دروس خصوصية، تشوفوا صغاركم مش محتاجين أنكم تحثوهم يمشي يقرأوا، تلقاهم سيرين كل منقلة. أما إذا ضارب معانا الوقت في حياتنا، وهذه أكثر العائلات
ضربة معهم، يمكن يتعشى السبعة يمكن يتعشى الثمانية، يقول لك انت عشاء وقت اللي يحضر الفطور. هو انا استغرب ممكن استاذ فيصل، احنا من عادات التونسي استغرب وقت اللي تلقى عبد منظم، انسان منظم في حياته، وقتها نستغرب ولا هذا الاستثناء. والله هذا وهو قاعدتنا، لانه اسلامنا ذي، علاش العرب صنعوا المنقله؟ لانه الاسلام رسولنا عليه الصلاه والسلام لما جاب هالدين هذا جابوا بمواقيت، إن جعلنا صلاة مواقيت، ثم ميقات، ثم وقت معين، لا قبله بدقيقة ولا بعده بدقيقة. أنا نادرة بسيطة كنت في فاس، وفاس لمن يجهل التاريخ والجغرافيا هي مدينة في المغرب، بناتها قيروانية فاطمة الفهرية، مشات من هنا من القيروان، وفيها أكبر جالية، أكبر قراوة، أكبر عدد من أصل قيرواني هما في فاس التوى. وفما أقدم جامعة عندها 1200 عام، جامعة القراويين، هي أقدم جامعة في العالم التوى قاعدة. مشيت لفاس باش يكرموني، معايا جيد طلعني البلدية، كنت مستشار بلدي، طلعني فوق هضبة خارج فاس وقال لي مش تسمع الأذى. سبحان الله، سيمفونية، لانه من المشرق الى، هي بين الهضبه دي بين المشرق والمغرب، تبدا الاذان يمكن 12 جمع، يبدا الاذان على اقصى اليسار، ويبدا بعده ب 30 ثانيه ب 15 ثانيه يبدا الجمع اللي بعده، وبعد الجمع اللي بعده لين يوصل لاخر جمع. يقول لي كيف الاذان يحترموا فيه حركه الشمس ب 15 ثانية 10 ثواني بأجزاء، تسمع سيمفونية من الأذان اللي يبدأ غير اللي ينتهي. أنا هذه دليل هل على دقة الصلاة بجزئية الثانية. انتبهوا لديننا، انتبهوا لحضارتنا. أنا قلت إذا نحبوا نتقدموا نوصلوا كما الأوروبيون ونفوتوهم، سهل، لا بدنا تكنولوجيا ولا علوم، مش هذا ضروري ذاك، لكن مش هذاك اللي يقدمنا. اللي مش قدمنا هو احترامنا للوقت. لو نحترم كمجتمع نحترم الوقت، تيقنوا انه كل شيء مش نحترموه في حياتنا، والتقدم العلمي مش نفوتوا به الغرب، لانه عنا للاسف رب العالمين شبهه بالحمار اللي يحمل اسفار، الاسفار هي الكتب القديمه. احنا عنا أن مدخرات من العلوم من أدوات الحضارة، لكن متروكة مجعولة في المكاتب. عنا أدوات التحضر والتمدن والتقدم العلمي والمادي، لكن مش نقادرين يستعملوا فيهم، يستعمل فيهم الغرب عوض منا. ولا هذا اللي باش نحكيو فيه، مسألة الوقت، خاصة النظام اللي هو الوقت. إذا كان احترمنا الوقت باش يجرنا للنظام، وهو نظام سير الكون، يعتبر من أهم الأشياء اللي نتعلموا منها أهمية النظام والجدوى نتاعو في بناء أي أمة وإلا التطورات نتاعها. هذا موضوعنا. مرحبا بتليفوناتكم على 77